السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه اليوم من سكرتير التحرير. نتابع ما تنشره الجرائد اليوم المصريه القوميه والخاصه والحزبيه، وكذلك الجرائد الناطقه باللغه الالمانيه، وابرز ما تناولته حول الشان المصري. وقد تنوعت الموضوعات، ما كتبته جريده ديبرسين النمساويه حول التوسع في احكام السيطره على المساجد، كما ألقت صحيفة ذا جارديان البريطانية الضوء على لعبة الهواتف المحمولة الجديدة ثلاثية الأبعاد سوبر سيسي، وحوار للكاتب وحيد حامد أجرته جريدة الوطن وجعلت العنوان: وحيد حامد في حوار خاص، غضبت جدا من هيكل عندما قال السيسي لا يحتاج لبرنامج، لا يا أستاذ لن نتخبه علشان جمال خطوته، وحملة حمدين كلها كلامها كتير. دعونا في البداية نرحب بضيف هذه الحلقة في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو زيد. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ مجيد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وعبر سكايب من فيينا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة حنفي. أهلا بك أستاذ فاطمة. أهلا وسهلا يا فندم. لو بدأنا أبرز ما تناولته الصحف، ربما كان العنوان الأبرز لجريدة الأهرام في الصفحة الأولى: الأزهر يقود حملة حقن الدماء في أسوان وانتظام الدراسة بمناطق الدابودية والهلايل وتفاؤل بانتهاء الأزمة. الوطن أيضا اهتمت بهذا الأمر وكتبت: الهلايل والدابودية بعد الصلح، كلمة شيخ الأزهر سيف على رقابنا، وعناق بين قيادة القبيلتين. والمصر اليوم على الصفحة الرابعة: في اليوم الأول لاستئناف الدراسة بعد الفتنة، مدارس أسوان في قبضة الأمن، حضر المدرسون وغاب الطلاب. لو بدأنا مع أستاذ محمد، ويعني لو تعليق سريع على اهتمام الجرائد بخطوة شيخ الأزهر المحترمة في الصلح بين القبيلتين في أسوان. يعني أولا هو اهتمام في محله، لأن هذه القضية قضية في غاية الأهمية. ثانيا، في هناك عدد من الملاحظات حول الموضوع. الامر الاول ان المبادره التي قام بها شيخ الازهر هي مبادره في غايه الاهميه، وهي مبادره تعيد للازهر كبرياءه وكرامته، وتعيد للازهر جزء من دوره المفقود ان يقوم شيخ الازهر بهذا الصلح. ولكن هناك علامه استفهام: اذا كان شيخ الازهر ومؤسسه الازهر بجلالها وبقدرها الكبير قد هالها وقد صدمها كم الدماء التي سالت في هذه المعركة بين الهلالية والدابودية، وهذا أمر جيد وأمر يحسب لشيخ الأزهر أن يقوم بهذا الصلح، ولكن لماذا لا يقوم شيخ الأزهر أيضا بمبادرة للصلح ما بين الأطراف السياسية المتخاصمة التي سال منها دماء أكثر من التي سالت بين الدابودية والهلالية في أسوان والنوبة؟ الدماء التي تسيل في مصر منذ 10 شهور أو يزيد. لكن كانت هناك أخبار أنه طلب الجلوس مع بعض قيادة التحالف، ووقتها قيل أن قيادة التحالف تقول أنه أصبح طرف في الصراع لوجوده في خطاب 3/7. شيخ الأزهر خرج علينا وقال لنا: اخترت أخف الضررين في 3/7. هل يا مولانا الفاضل يا شيخ الأزهر ما حدث بعد 3/7 حتى الآن هو أخف الضررين؟ هل الدماء التي سالت من 3/7 حتى الآن هي أخف الضررين؟ هل ما تشهدته مصر من حالة خصام، من حالة فساد اجتماعي وحالة تناحر اجتماعي وحالة خصومة بين الأشقاء وبين الأسرة الواحدة وحالة الانقسام المجتمعي التي تشهدها مصر هو أخف الضررين؟ إذا كان قد أضرك، وإذا كان قد يعني جعلك تقوم بهذه المبادرة، هو الدماء الغالية التي سالت في أطيب بقعة في مصر، فما بالك والدماء كلها، الدماء تسيل في كل بقعة في مصر سواء من المتظاهرين أو من الشرطة، لماذا لا تقوم بمبادرة أكبر من تلك لحقن الدماء التي تسيل كل يوم؟ لابد من قبول الطرفين يا أستاذ محمد. يعني القبيلتين قالوا أن كلام شيخ الأزهر على رقابنا، وما قيل أن التحالف رفض الجلوس مع الشيخ الأزهر بدعوى أنه هو طرف أساسا في القضية وليس طرف محايد. لأنه من البداية هو الذي وضع، هو في هذه الأزمة طرف محايد وذهب من أجل إجراء مصالحة، ولكنه في أزمة الأكبر، أزمة الوطن، اختار أن يصف في صف طرف دون طرف آخر، ولم يقف على الحياد مثل هذه الأزمة. الأمر الثاني أنه في هذه تعيد الصحف يعني نفس التابوهات، صور عناق تشبه العناق الذي كان يتم بين شيخ الأزهر
والبابا في كل محنة طائفية، ويتم بعدها بعد ذلك أحداثه. عندنا في البلد، في الفلاحين، في الشرقية، وفي أي مكان في الدنيا، لما يعني حمار يعدي ياكل من أرض حد وتقوم فتنة زي دي ويتخانقوا ومش عارف ايه الكلام ده كله، ويجي كبير العيلة أو كبير البلد ويعمل صلح بين العيلتين بسبب حمار وبرسيم وغيرها زي الأسباب التافهة اللي بتؤدي للاقتتال في مصر حاليا، بيجوا ويتصالحوا، وبعد كده يفضل إن لم يكن هناك صلح عادل تفضل المرارة في النفوس، وبيتصيدوا أقرب فرصة، كل طرف يتصيد أقرب فرصة للانقضاض على الطرف الثاني. في هذه المبادرة ركزنا برضو على الصحف، ركزت على صور العناق ولم تركز، يعني ما لم نسمع في هذه الأزمة عن إقالة مدير أمن أسوان أو القيادات الأمنية. مدير الأمن طالع يقول لي إحنا ما تدخلناش لأن الطرفين كانوا مسلحين، لم يقال مدير الأمن، هذا التصريح كفيل بإقالته. كبار القيادات الأمنية الذين تقاعسوا عن التدخل في هذه المذبحة كان يجب إقالتهم. هذه أمور كانت يتم يجب تسويتها قبل البدء أو أثناء عملية الصلح. نعم. لو انتقلنا إلى موضوع آخر، وهو الحديث حول الانتخابات الرئاسية المستمرة في الجرائد، نبدأها من جريدة تاجا بلات السويسرية التي كتبت لأول مرة يريد الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات في مصر. دعونا نقف عند هذا الخبر مع الأستاذة فاطمة حنفي. أستاذة فاطمة سامعانا؟ نعم، أسمعك. كنا أسمعك بنتكلم على الآن. الخبر الخاص خبر، نعم. بإرسال مراقبين من قبل الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية. نعم، لأول مرة يريد الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات في مصر. في يوم الخميس تم التوصل لاتفاق مبدئي بين وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أستون ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي، بأن يقوم الاتحاد بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في مارس في مصر في مايو المقبل. وفي بيان مشترك أصدرته كاترين وفهمي نشرته الخارجية المصرية عقد المحادثات اتفقوا فيها، تم التوصل ان هم ينشروا بعثة أوروبية عشان تتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة بناء على دعوة من الحكومة المصرية. ده البروتوكول بيمشي كده. أستون رحبت بالتوقيع على الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن مع كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية، بما يصبح انها بتحرك متابع الاتحاد الاوروبي بمختلف انحاء البلاد دون عوائق، والنفاذ لكل الاطراف السياسيه ذات الصله والتي تتمتع بوضعيه قانونيه. اضاف البيان ايضا ان ده اتفاق مع المنهج المعتاد من قبل الاتحاد الاوروبي في كل ما يتعلق بنشر بعثات اوروبيه لمتابعه الانتخابات في مختلف انحاء العالم. ان هذه البعثه ايضا لابد ان تقوم باداء مهامها واجراء تقييم للعمليه الانتخابيه بصوره محايده ونزيهه. وبيتطلع الجانبين في هذا القرار لاجراء انتخابات شفافه ذات مصداقيه لتتم لمصلحه الشعب المصري. بيقول كمان التقرير بتاع الجريده، لان الجريده اضافت رايها بالنسبه لوكاله الانباء، اضافت رايها هي شخصيا، بيقولوا انه من المتوقع فوز مرشح قائد الجيش وزير الدفاع السابق السيسي بعد كل هذه الألقاب. قالوا ان هو المتوقع الفوز بقوه، وذلك من خلال اطلاله بسيطه على بقيه المرشحين، فهو المرشح الوحيد الجدي الجدير بالملاحظه والمراقبه، وذلك بعد استقالته من جميع مناصبه. تتاتى اهميه هذه الانتخابات ايضا تستطرد الجريده في توضيح انها ستنهي على المرحلة الانتقالية والتي امتدت له شهور عجاف بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش ووزير الدفاع هذا المرشح للرئاسة في يوليو الماضي. نعم، ربما يعني هذا الأمر يجعلنا ننتقل إلى الجرائد المصرية وأبرز ما ورد فيها حول الانتخابات الرئاسية. نبدأه من جريدة الأهرام، أن العليا للانتخابات تنفي إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة، و12 حركة وائتلافا تدعم السيسي، وحملة حمدين تصرح نتعرض لحرب أعصاب. أما جريدة التحرير على الصفحة الثالثة تعلن أن هناك 6 مرشحين للرئاسة لائقون طبيا، واثنان تقدم بتظلمات عبد الهادي، مستمرون في الكشف الطبي حتى إغلاق باب الترشح. جريدة الوطن على الصفحة الثالثة تنقل عن حملة السيسي،
قولها أن المشير لن يتكلم قبل فتح باب الدعاية الانتخابية، وصباحي يعلن ذمته المالية ويبدأ فرز التوكيلات. كما ألقت صحيفة ذا الجارديان البريطانية الضوء على لعبة الهواتف المحمولة الجديدة ثلاثية الأبعاد سوبر سيسي. واليوم السابع أيضا تحدث على أنه يطير فوق الأهرامات والنيل سر لعبة سوبر سيسي على موبايلات المصريين. وروزا اليوسف تكتب عن عبد الفتاح السيسي المتوحد في تحليل نفسي لعبد الفتاح السيسي. والوطن تجري حوارا مع وحيد حامد الذي قال أنه غضبت جدا من هيكل عندما قال السيسي لا يحتاج لبرنامج. لا يا أستاذ، هذا قول وحيد حامد، لن ننتخبه علشان جمال خطوته. وحملة حمدين كلامها كتير. اليوم السابع تكتب عن مؤامرة الوقيعة بين مراد موافي وسيسي. واليوم السابع أيضا تكتب أن مراد موافي رقم غامض في الانتخابات الرئاسية ب16,000 توكيل. حملة رئيس المخابرات الأسبق تؤكد استمرارها في جمع التوكيلات رغم عدم رغبته في الترشح. روزا اليوسف تكتب عن حملة صباحي أنها تعلن لا تحالف مع الإخوان، والنور ينفي دعم حمدين. والتحرير تنقل أيضا عن حملة صباحي أنها تشكو إلى محلب إعلان وزراء بحكومته دعمهم علانية للسيسي. والدستور في مفاجأة من العيار الثقيل تكتب أن شفيق يعود للقاهرة خلال ساعات ويقرر خوض الانتخابات الرئاسية، وحملته بدأت جمع التوكيلات بالجيزة وكفر الشيخ، ومحامي يقدم طلبا اليوم لتوقيع الكشف الطبي عليه، ولا نعلم مصدر هذه المعلومات كالعادة من الدستور. وفيما يخص الانتخابات البرلمانية اليوم السابع تكتب أن المنيا صراع رجال الأعمال والمنحل والعائلات والأحزاب على مقاعد البرلمان. واليوم السابع تكتب أيضا في الشرقية النور ورجال الأعمال والفلول يستعدون للبرلمان في غياب الإخوان. دعونا نبدأ مع الأستاذ محمد أبو زيد، يعني لو هناك تعليقات سريعة على أبرز ما تناولته الصحف حول الانتخابات الرئاسية وتصريحات حملة السيسي وحملة حمدين ومفاجأة الدستور. ويعني بص، انا قلت لحضرتك قبل كده على جورنال الدستور وبرضه انتم مصرين، انا ما اعرفش ليه. يعني عملوا منشط الرئيس يا استاذ يعني محمد وحطوا صفحه اولى وكاتب مفاجاه من هذا الثقيل وبيكتب حاجه غريبه. مصرين يعني الدستور مدرسه صحفيه تعزف منفرده بعناوين وتقارير، وانتم مصرين انها تخليها موجوده هنا، مش عارف ليه. الاول لو ناخد خبر الدستور، شفيق يعود للقاهره خلال ساعات، اكتب هذه العبارة على جوجل سيظهر لك أن هذا الخبر تم تكراره 8000 مرة، مش في الدستور لوحدها، يعني في الدستور واليوم السابع وكل الصحف كانت تؤكد هذا الأمر مرارا وتكرارا. بس التوقيت، بس التوقيت احنا بنتكلم في النهاردة. قالوا ان هو سيعود خلال ساعات، ولكن هقول لك على في كذا بعد في موضوع الانتخابات الرئاسية. البعد الأول فيما يتعلق بالتوكيلات، واضح يعني واضح أن هناك فعلا لعبة غامضة، أو ستكون هناك مفاجآت، أو قد يكون هناك مفاجآت، لأني لا أعرف، قد يكون هناك مفاجآت من اللواء مراد موافي. حتى الآن 16,000 توكيل. 16,000 توكيل، والرجل نفى قبل ذلك ونفى بعد ذلك ونفى اليوم أنه لن يترشح للرئاسة. هل تعتقد أن رجل ينفي مرارا وتكرارا ويتم جمع دون أن يعني من وراء ظهري أو بدون تعليمات صريحة لرجاله بالذهاب إلى الشهر العقاري، رجاله بقى المنتشرين في الدولة، هو كان رئيس المخابرات العامة السابق. ف 16,000 توكيل ده معنى كده ان هو اقترب من تحقيق الشرط الاهم للترشح، وهو جمع 25,000 توكيل. فبالتالي في حاجه يعني غامضه في الامر، وقد يكون دخول مراد موافي في اللحظات الاخيره امر متوقع. هناك امر ثاني ايضا يخص موضوع الكشف الطبي. المجالس الطبيه المتخصصه هل هي مؤهله للكشف الطبي الطبي النفسي والذهني على المرشحين؟ مجالس الطبية المتخصصة محتاجة مجالس طبية تكشف عليها علشان القدرات. هل انت هتكشف على القدرات النفسية والعقلية للسيسي وحمدين صباحي وباقي المرشحين وتقدر تقيس بيها اذا كان هناك خلل ولا لا؟ الكشف البدني فيما يخص الالتهاب الكبد الوبائي ولا غيرها، ولا القولون ولا غيرها، المجالس الطبية تقدر تقوم بيها. لكن هل هناك أساتذة طب نفسي وأساتذة أمراض عقلية هيقوموا بالكشف على المرشحين؟ وليه لم يعلن أسماء المرشحين اللي اجتازوا الكشف الطبي؟ هل هو سر لهذه الدرجة؟ ده أمر ثاني. أمر الثالث ما تشكو منه حملة حمدين صباحي،
هناك وزراء ومحافظ البنود أعلنوا. الجديد، نعم وزراء اعلنوا منهم وزير الكهرباء وغيرهم، اعلنوا مباشره. تأييدهم. يعني ده ادنى التحيز، ادنى شيء في التحيز الذي تقوم به الدوله بكامل مؤسستها للمرشح المتوحد زي ما بتقول عليه روزا اليوسف المشير عبد الفتاح السيسي. هل ذهب حمدين صباحي الى مبنى الاذاعه والتلفزيون والقى بيانا حتى الآن طلبوا ليعلن اللي هو قدمه من بالظبط 10 أيام أو أكثر من من اكثر أكثر منذ ان بدا السيسي إنه واعلن عن يكون ليه ترشحه؟ خطاب ويتكلم فيه بالظبط. لم يحضر هل إلا ذهب؟ باتفاق. هل نفس التغطيه الاعلاميه لما حمدين يعمل او غيره من المرشحين يعمل حاجه بتلاقي نفس التغطيه الاعلاميه؟ هل جهات الدوله ومؤسستها بالكامل، اذا كان الشهر العقاري هو اولى خطوات الترشح، كان بيمنع توكيلات وغيرها؟ رابع حاجه، لما تيجي تشوف الارقام التوكيلات اللي اعلن عنها، والنهارده موقع اليوم السابع بينفرد بيها ان المشير عبد الفتاح السيسي جمع الحمله بتاعته جمعت 450 الف توكيل، نعم في حين ان حمدين صباحي جمع حوالي 14 الف توكيل او 16 الف. لما الرقم ده يطلع يبين لك قد ايه ان النتيجة المعركه، طبعا تقريبا النتيجه، النتيجة وبين لك قد ايه ان المعركه معركه حد داخل انتخابات على استحياء واخر منفرد ومستولي ومسيطر على كل الامور. هذا المرشح الفوقي يعني كل الدوله بكامل اجهزتها. عشان كده علاء الاسواني خرج عن صمته مؤخرا وقال ان دي مش انتخابات، دي عوده لنفس انتخابات 2005 والتعديلات الدستوريه التي جرت في 2007 وتم تفصيلها على كان ناقص يقولوا ان وفقا لهذه التعديلات المرشح الرئاسي القادم الوحيد هو جمال مبارك، وفقا لما يجري اسف وفقا لما يجري على ارض الواقع حاليا المرشح الوحيد والفائز الوحيد هو المشير عبد الفتاح السيسي وفقا لكل قواعد اللعبه ووفقا لما يجري على ارض الواقع. اللواء عادل سليمان قال في حوار لقناه الشرق ان في شركات امنيه كبرى، يعني هل مثلا حمله حمدين صباح اللي في المهندسين بتحرسها طيارات هليكوبتر زي حمله حمدين صباحي في زي حمله المشير عبد الفتاح السيسي في التجمع الخامس؟ هل في شركات حراسه خاصه كان يمتلكها نجيب سويرس بالمشاركه مع احد البنوك العالميه الكبرى هي اللي بتتولى حمايه حمدين زي ما بتتولى حمايه المشير عبد الفتاح السيسي؟ هتلاقي المقارنه صعبه، صعبة جدا. ده مستحيله طيب يعني. لو ذهبنا للأستاذة فاطمة حول الجارديان ولماذا اهتمت بهذه اللعبة رغم أن هذا الأمر يعني تكرر في وقت حكم الدكتور مرسي، وكان هناك لعبة أيضا ثلاثية الأبعاد لكن عن الإخوان أو كما تمرد والخرفان كما كانت اسم اللعبة. نعم، تحت عنوان في الجارديان تحت عنوان سوبر سيسي بطل ألعاب جديدة في مصر، نشرت الصحيفة تقرير لباتريك كيسنجي يقول فيه: لقد بلغ الجنرال السيسي الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي مكانة تفوق مكانة البشر، والآن لحق بهم أيضا في العالم الافتراضي اللي هو الإلكتروني، فقد أصدر مطوره ألعاب إلكترونية لعبة لمستخدمي الانترنت في تطبيقات السمارت فون يتحول فيها السيسي الى بطل خارق، وفي اللعبه تحلق نسخه ثنائيه الالعاب من الرجل اللي من المرجح ان يكون رئيس مصر القادم في سماء القاهره في محاوله لانقاذ البلاد. لو في القاهره الحقيقيه ايضا تعلو صور السيسي المباني ولوحات العرض في اغلب الطرق الرئيسيه، ينظر الكثير وبيشرح ان هو بيحلق بيطير في اللعبه بيطير فوق الاهرامات والنيل ويتفادى فيها القنابل والمتفجرات، وبينظر الى الكثير على انه الزعامه التي ستحل مشاكل مصر لمده اعوام من الفوضى الامنيه، لمده 3 اعوام منذ بدايه الثوره طبعا في يناير، وده بيذكر البعض بموجه الهجمات اللي هو بيتفادى فيها القنابل التي تستأتيه من تحت وهو يطير في الطائره ويحلق فوق الاهرامات، فتذكرنا او تذكر المصريين بالمتفجرات التي الهجمات الارهابيه ضد الجنود ورجال الشرطه. بيكمل كينجسلي بان اللعبه هي الاحدث ضمن سلسله من التذكارات التي تتبعها محلات بيع الهدايا واللي بتسعى لتحقيق الربح مستغله المكانه اللي بتقارب ايه العباده اللي بيحظى بها السيسي. بيضيف ايضا صور السيسي تزين ايضا سلسله من الاشياء الغريبه مثل الملابس الداخليه الوجبات السريعه
هي الشوكولاته، وحتى داهمت الشرطه متجر الحلوى اللي بيسمى الشوكولاته. انا الشهر الماضي ليه مش عارفه الشوكولاته بس، يعني هو بيشوف في دي في الشوكولاته بس اهانه يعني. وتستدرك يستدرك كينجسلي قائلا ان ده ليس كل الراي العام في مصر يتفق مع السيسي كما يصور لنا الاعلام المصري، والذي يتوقع ان ينتخب رئيس مصر في اواخر مايو. لقد شارك ايضا المئات من الالاف في اواخر مارس في وسائل السوشيال ميديا للتعبير عن غضبهم العارم والاشمئزاز والتحقير والتسفيه من السيسي كشخص، وكان ده يذكر المصريين بلعنة السيسي التي يصبونها عليه معارضيه لدوره في حملة القمة اللي شهدت ما لا يقل عن 16,000 من المعارضين المعتقلين المعارضين السياسيين له منذ تغيير نظامه في يوليو الماضي وقتل الآلاف منهم. نعم، في حاجه سريعه الجدير برضو يعني قبل الحاجه السريعه يا استاذ محمد، ان دايما الجارديان او الصحافه الاجنبيه بتاخد الوجهتين النظر، يعني بتقول ان في لعبه وفي يعني تأييد كبير للسيسي، ولكن هناك ايضا اناس رافضين السيسي وبيقاوموا حتى هذه اللحظه. طبعا ما هو ده، هو ده المناخ الصحفي والمناخ الاعلامي الصحي. نعم، حتى لو هم بيفهموا في مصر يسيبوا طاقات، يعني اعلام العزف المنفرد ده بيضر، يعني بيضر بيه اكتر ما بينفعه. اعلام الاتجاه الواحد والتطبيل والنفاق والتزمير والكلام ده كله يعني تقدر تشوف نتيجه الهاشتاج. الشباب لما لقوا متنفس بعيدا عن هذا الامر ذهب الى الهاشتاج المهين للسيسي، وكان التفاعل معاه بالملايين، لانهم مش لاقين متنفس في وسائل الاعلام الخاصه والحكوميه والحزبيه. نعم، التي تحولت. ملاحظتك سريعا لان في محاور كتير. الملاحظه السريعه ان احنا في روزا اليوسف اللي بتقول المتوحد مع عرابي ومحمد علي وعبد الناصر، يعني تبقى لي دكتور نفسي دكتور علي اللي بيتكلم عن احنا محمد علي عرف ان امن مصر القومي يبدا من الشام، ف امتدت حدود مصر حتى الشام وذهب إلى غزة وذهب إلى السودان، وكان هذا هو محيط الأمن القومي لمصر. الآن انظر إلى علاقاتك مع محيطك الإقليمي، ستجدها علاقات متوترة. محيط الأمن القومي بتاعك السودان وليبيا وغزة علاقات متوترة. إيه وجه العلاقة مع محمد علي؟ إيه وجه العلاقة مع عرابي؟ إيه وجه العلاقة مع عبد الناصر؟ مش عارف غير موسم التطبيل. حاجة سريعة جدا، إن مبارك يحيى الجمل في حوار انا كنت عامله معاه قال لي ان مبارك الفترتين الرئاسيتين الاوليتين كان عايش من منظور رئيس طبيعي، بعد كده بدات الفرعونيه تسري في دمائه وعاش الرئيس الفرعون ده. وبعد 30 سنه من وجود مبارك على سده حكم مصر، يعني بعد ما بقى فرعون مكتمل الاركان، نزل في 2005 حتى لو اتعمل تمثيليه وشرب شاي في كوخ والناس والكلام ده كله، حتى لو المخابرات جابوا للناس ده. احنا اول مره في حياتنا بقى نشوف ان مصر تذهب بنفسها بقبائلها بفلاحيها بمعلميها بكلهم بيروحوا الى المرشح المحتمل او المرشح الاقوى او المرشح الاكثر نفوذا، بيقولوا له بالله عليك يعني احنا جايين كلنا، هو ما يتحركش احنا نروح له، مصر هي اللي تروح له عنده، مش هو اللي يروح لمصر وينزل ويروح محافظات ويعمل مؤتمرات، مصر هي اللي تروح لحد عنده. يعني ربما هناك من يرى انه فعل اكثر من ان يذهب لمصر، يعني من فضل ربعه وهذه الامر، وانه خلص مصر من كابوس الاخوان. ازمه الكهرباء كما يقولون، يعني ازمه الكهرباء اليوم السابع تكتب على الصفحه السابعه كوارث انقطاع الكهرباء مسلسل مستمر بالمحافظات. المصري اليوم على الصفحة الثالثة تغييرات وشيكة في قيادات الكهرباء لمواجهة ظلام المدن. والمصري اليوم تكتب أيضا 20% ارتفاعا بأسعار كشافات الطوارئ. واليوم السابع تكتب أن المولدات الكهربائية والكشافات والشموع أسلحة المصريين لمواجهة الظلام. والجمهورية تكتب أن الكهرباء تنتظر تقييما من البيئة لاستخدام الفحم. واليوم السابع تكتب أن الباعة الجائلون في 26 يوليو يسرقون التيار أمام مباحث الكهرباء. وروزا اليوسف تكتب أن محافظ القاهرة يعلن تكثيف الحملات الأمنية لإعادة الانضباط للشارع القاهري. حد يقول روح شوف اللي بيسرقوا التيار في شارع 26 يوليو. ما في عندنا حاجتين، الحاجة الأولانية أنا وأنت اتكلمنا فيها قبل كده،
ان تكرار اخبار انقطاع التيار الكهربائي في الصحف كل يوم بقى مثير للاستفهام يعني. وقلنا ان احنا ده عشان نتعود عليه، اصبح عاده كل المصريين دلوقتي لما يقطع النور في كل المناطق بلا استثناء كل اللي بيعملوه ان هم ودلوقتي بقى في توزيع، بيطالبوا بتوزيع عادل في قطع الكهرباء. اللي ماسك السكينه دلوقتي بيوزع على، لا يعني في توزيع عادل، لكن المشكله دلوقتي ان هم لسه بيقولوا الله يخرب بيتك يا مرسي، يعني مش بيقولوا لان هو علم السيسي يقطع الكهرباء. فاحنا لسه لحد دلوقتي، دلوقتي الان حينما كانت تنقطع التيار الكهربائي، حينما كان انقطع التيار الكهربائي، وده ده المفروض فعلا ده فشل للسلطه، وايام مرسي كان فشل للسلطه. نيجي دلوقتي ايام مرسي كنا بنقول ان ليه ما تقوم، ده رئيس فاشل وحكومه فاشله وجماعه فاشله، لكن الان نكتفي بان احنا الله يخرب بيوتكم تعملوا كده ليه؟ لا، وبنعمل حملة علشان ترشيد الاستهلاك، اه يعني بنعمل حمراء اليوم السابع عاملة حملة، ومش يوم السابع بس، يعني بالظبط. عاملة فاحنا حملة دلوقتي ترشيد الاستهلاك. نروح نجيب فحم، ما نكملش مثلا محطة ده طاقة كل نووية الجرائد اللي والقنوات يعني. بدأناها من 5 سنين وكان يبقى قدامها 5 سنين علشان يبقى عندنا طاقة نووية ونقدر نجيب بيها طاقة كهربائية، ما نشوفش حلول غير تقليدية، بنشوف حلول. نعم. الأمر التاني بقى بالنسبة للموضوع الباعة الجائلين في 26 يوليو، دول على راسهم ريشة. 26 يوليو وطلعت حرب وسط البلد، الدولة لا تريد أن تقوم بالمواجهة مع هؤلاء الآن لأنها تريد أن تستخدمهم، يتم استخدامهم معظم الباعة الجائلين معهم أسلحة ويتم استخدامهم في الاشتباك مواجهة مع التظاهرات المتظاهرين بالظبط، ومعهم ودول بالذات اللي هي منطقة وسط البلد، المنطقة الحيوية للناشطين. بالظبط، فدول مش هنواجههم، يسرقوا كهرباء، يحتلوا شوارع، يحتلوا أرصفة، يعاكسوا بنات، يعملوا اللي هم عايزينه، دول دولتهم دلوقتي لحد لما بقى الامر يخلص والانتخابات تخلص نعم. نبقى نشوف حل معاهم. طيب، متابعة وزراء حكومة محلب في جريدة ديبرس النمساوية تتحدث على أن هناك توسع في إحكام السيطرة على المساجد. أستاذة فاطمة، لماذا اهتمت هذه الصحيفة بهذا الموضوع؟ طبعا هم في متابعه للاخوان المسلمين، هم لا ينظروا اليهم كجماعه ارهابيه، ولكن ايضا هم لا يتفقون ابدا مع التيارات الدينيه المتصاعده. حتى في النمسا نواجه بقوانين جديده لترشيد زي ما يكون الايمان العقائدي الاسلامي، هناك ترشيد لان كان في هناك احصائيه ودراسه قالت ان اكثر المسلمين اصوليه هم المسلمون الذين يتواجدون في النمسا. هناك النمسا بالذات في الموقع دي بريتا النمساوي يتحدث، وهذا موقع قريب من النخب الحكوميه والنخب الرسميه، يتحدث عن هذا الترشيد يتجه اليه في سياساته، وايضا يتوجه للجاليه الاسلاميه والاتراك والمسلمين في كل انحاء العالم بترشيد الايمان الاسلامي. بدون الحكومه المصريه في سياق الخبر يقول ان الحكومه المصريه تعمل على استبعاد الالاف من رجال الدين المرخص لهم اعتقادا منها انهم تابعين للاخوان المسلمين في المساجد. وقال مكتب رئيس الوزراء الخميس 10 ابريل انه قد تم التصريح لاكثر من 17,000 من رجال الدين لاداء خطبه الجمعه. هو طبعا ذكر الايجابيات في الاول ويضيف انهم جميعا تدربوا في جامعه الازهر وكذلك في المؤسسات اللي تخضع لوزاره الاوقاف، وذلك من اجل تعزيز السيطره على جميع المساجد في مصر بحيث لا تقع في ايدي المتطرفين وغير المهره. اضاف ايضا ان تم عزل 12,000 من رجال الدين اللي هم ائمه المساجد والذين يعتلون المنابر يوم الجمعه دون موافقه الحكومه، وفي سبتمبر حضرت وزاره الاوقاف الوعظ في المساجد دون موافقه الحكومه ورات ان حوالي 55,000 من ائمه المساجد غير مرخص لهم ابدا وسيتم تسريحهم. واستطرد التقرير ايضا الاحزاب الاسلاميه عملت على استخدام المساجد لاستقطاب التابعين والمريدين لها من كل حزب سياسي او اتجاه سياسي ديني. وعملت الحكومه ايضا بعد الاطاحه بالرئيس المنتخب مرسي محمد مرسي على تطويق كل الجبهات ضد الاخوان المسلمين والتي صنفتها على انها منظمه ارهابيه، واصدرت المنظمه ردا على هذه التقارير بان هذا محض افتراء وانها ترفض كل هذه المزاعم. نعم.
لو عدنا مرة أخرى، طبعا نشكر الأستاذة فاطمة على هذه الإطلالة، لكن وهي معنا إلى نهاية الحلقة، لكن كنا نتحدث عن وزراء محلب. ربما الأهرام أفردت جولات ميدانية لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والإسكان ونقل الباعة الجائلين والخيالة خارج منطقة الأهرامات، والعدوي يفتتح مستشفى بعد دقائق من انفجار قنبلة. الجمهورية تكتب بأن محلب يقول أن هناك اجتماع عاجل اليوم لتطوير وتأمين منطقة الأهرامات. وروز اليوسف تكتب الأهرام في العناية المركزة بأمر رئيس الوزراء. والوطن تكتب وزير الصحة يفلت من الموت بقنبلة انفجرت قبل وصوله بدقائق. والوطن تكتب أيضا استدعاء وزيرة البيئة للشهادة في دعوى منع الفحم، وهاشتاج أوقفوا الفحم للحكومة، اللي هتوفروه هنصرفه علاج، والدروبي كارثة. واليوم السابع تكتب أيضا عن تنقل عن وزير المالية تصريحاته لا نية للتفاوض مع صندوق النقد قبل وجود حكومة منتخبة، والحكومة تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية وخفض الدعم. وتنقل مصر اليوم أيضا عن وزير المالية توسيع القاعدة الضريبية وخفض دعم الطاقة قبل الانتخابات. وروزا اليوسف تنقل عن وزير السياحة، أو أجرت حوارا مع وزير السياحة الذي صرح أن حكم الإخوان وتصاعد العمليات الإرهابية أدى لتدهور السياحة. وهناك مقال أيضا ستتحدث فيه الأستاذة فاطمة حنفي عن التضحية الأخيرة، وربما هذا الأمر أيضا مرتبط بالأهرامات وزيارة محلب للأهرامات لتنشيط السياحة. يعني أستاذة فاطمة، سريعا لضيق الوقت، ما أهم ما جاء في هذا المقال؟ بصراحة هذا المقال هو كان بيتحدث بعناوين كبيرة، وأنا اخترته بالتحديد لأنه يحكي قصة شخص، قصة كفاح، قصة شاب من شباب مصر المظلوم المطحون بجد. كان في عناوين أخرى تتحدث عن أنه هذا العام إجازة عيد الفصح كئيبة في مصر، وتحول كل الافاض السياحيه تحولت من مصر الى اليونان والى كل البلاد المجاوره، منها اسرائيل للاسف الشديد، لتلك الفوضى الامنيه والتفجيرات الارهابيه كما يدعون، تحت عنوان كبير: التضحيه الاخيره، صمت الموتى في اهرامات الجيزه. ما كان لفرعون خوف يضع في اعتباره عندما بنى قبره ان هذا الصمت سيعود في وقت لاحق بعد 4500 سنه، وفي موقف عملاق للسيارات والفارغ تماما امام مدخل اقدم عجائب العالم اللي هي الاهرامات، طبعا لا تجد هناك سوى عدد قليل من سيارات الشرطه. لا يمكن ان يستمر الحال على هذا المنوال، يتحدث خليل بدران 26 سنه يئن من الشكوى بأن كل يوم يتواجد هنا على امل ان ياتي السائحين مره اخرى ويمتطون الخيول والجمال عبر الصحراء، ولكن لا احد ياتي. فمنذ اندلاع ثورة يناير 2011 بدأ يتناقص عدد السياح اللي جايين لمصر طبعا بشكل ملحوظ، وبدأ يستطرد بدران ان التظاهرات عملوا شركات السياحة والمرشدين السياحيين ومالكي الحيوانات ومؤجريها، الإبل والخيول والحمار والحمير والبغال، عملوا على ان هم يعملوا ما وتبقر ايضا الهدايا التذكارية ان هم يجذبوا السياح بمظاهرات وتفاعلات ولافتات وشعارات ترحب بهم، ولكن لم تأتي بالأثر أو تحدث أي أثر كبير يذكر. من العام الماضي تحديدا تخيم احتياجات على القاهرة بداية على الرئيس مرسي وحكومته، ومن بعدها التطهير الدموي، وقالها باللفظ كده التطهير الدموي لربع النهضة بين قوسين، ومن ثم هو قال التطهير الدموي اللي حصل في يونيو وما قالش طبعا الأسماء، ومن ثم الهجمات الإرهابية التي حدثت طبعا من ما قالش برضه ما فسرش، جعلت احد اشد المتحمسين من عشاق مصر النيل يفضلون البقاء بعيدا عنها. على سبيل المثال فندق مينا هاوس ذات الطابع الشرقي والذي يقبع مباشره امام الاهرامات بيتحدث يعني بيقول لا يملك المطعم اثناء وجبه الغداء الرئيسيه نزيل واحد، وقد تم بالفعل طرد الكثير من اطقم كامله من الموظفين متعذرين بانتظار اوقات افضل. خليل بدران من الجيل الثالث من مالكي ومقدمه خدمه ركوب الحيوانات، ويضيف قائلا انه لم يصادف هو ولا اباؤه ولا اجداده هذا الحال من قبل في مصر ابدا، لدرجه ان ليس لديهم طعام، ويستطرد في القصه ان هم لدرجه ان الحيوانات نفقت من نفسها لان ما معهمش ابدا اموال تكفي لاطعام هذه الحيوانات، ولم يكن لديهم ابدا النقود لشراء الغذاء
صفاتنا. انا كده في هذا القدر من المقال الحوار. لضيق الوقت، الصوره نعم وضحت في هذا المقال نعم وتعليق سريع للاستاذ محمد يعني عشان الوقت. يعني تعليق سريع. اولا جولات محلب في منطقه الاهرامات او في غيرها لن تؤدي الى انتعاش السياحه، لان السياح لن يلتفتوا الى مثل هذه الامور. الذي ينعش السياحه هو الاستقرار الامني والسياسي. نعم. اما الامر الثاني، حكم الاخوان وتصاعد العمليات الارهابيه ادلت دور السياحه، ده في حوار وزير السياحه لروز اليوسف. كنا عايزين نعرف ارقام وايرادات السياحه ايام حكم الاخوان وارقام وايرادات السياحه دلوقتي، وبعدين تقول لي حكم الاخوان، حكم الاخوان منتهي منذ 8 شهور او اكثر، نعم وعايزين نعرف دلوقتي الى اسباب التدهور الحقيقيه للسياحه. تالت حاجه، ان هو قايل في مقدمه الحوار ان اجمالي السياحه بدخل 11.2% من اجمالي الدخل القومي بما يعادل 12 مليار جنيه، وده ارقام متناقضه، لان مش معقوله الدخل القومي يبقى 120 مليار جنيه، يبقى هي اكيد 12 مليار دولار. نعم لو ذهبنا سريعا إلى محور القضايا والأحكام التي يعني كانت موجودة بالأمس وكتبت عنها الجرائد اليوم، روزي اليوسف تكتب أن هناك حملة ضد قانون التظاهر، سلاسل بشرية في المحافظات والجامعات واعتصام بالاتحادية. جريدة التحرير تكتب أن القوم لحقوق الإنسان تقول طالبنا الرئاسة بتعديل قانون التظاهر ونتوقع قرارا إيجابيا. واليوم السابع تكتب أن إخلاء سبيل ناشطة التظاهر ماهي نور المصري الإسكندرانية. والأهرام تكتب في قضية الاتحادية، المحكمة تستمع إلى 4 من شهود الإثبات وتؤجل لليوم شهادة اللواء أحمد جمال الدين. والوطن تكتب مرسي في سجن العقرب وجمال الدين شاهد إثبات في الاتحادية اليوم. اليوم السابع تكتب أيضا أن الاستئناف تحدد 15 و16 إبريل لاستكمال محاكمة مرسي في الهروب والتخابر. وفي موقع دويتش فيلا الألمانية تكتب عن محكمة مصرية تقضي بحبس حازم أبو إسماعيل عاما. والوطن تكتب أيضا حبس أبو إسماعيل سنة بتهمة إهانة المحكمة. والوفد تأتي بصورة أبو إسماعيل وهو وتكتب حبس أبو إسماعيل سنة بتهمة إهانة القضاء، وأبو إسماعيل يدير ظهره للمحكمة وينشغل بقراءة الصحف ويرفض المحامي المنتدب. والجمهورية تكتب للمرة الثانية حبس حازم أبو إسماعيل سنة بتهمة إهانة القضاء. واليوم السابع تنشر نص التحقيقات في قضية تعذيب متهمي خلية المريوت، تقارير السجن حالتهم الصحية مستقرة ودفاع المتهمين يطالب الطب الشرعي بالكشف عليهم. أستاذ محمد لو ليك تعليق. تعليق سريع. أولا قانون تظاهر وللأمانة، والامانه لا تقتضي عليا، الامانه تقتضي عليا ان اقول ان قانون التظاهر ده فعلا اتناقش في اللجنه التشريعيه ايام الاخوان، لجنه تشريعيه بمجلس الشورى، وهم كانوا عايزين يطلعوا القانون ده علشان التظاهرات اللي كانت بدات تطلع في كل مكان، فبداوا بنفس الشكل لا 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 يعني بنفس لا لا المخرج اللي خرج بدا يناقش القانون ده كمناقشه اوليه، حتى اللجنه ما خدتش موافقه مبدئيه عليه، وبعد كده في ظل حاله الغضب الرهيب من انت تطلع من ثورة جات من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية وتعمل لي تقنين للتظاهر بعد كده، او تعمل لي مش تقنين، تقضيلي على امل التظاهر نعم. عند الناس بعد كده، فجات اللجنة التشريعية تراجعت وتم رفع هذا القانون من سجل اعمال مجلس الشورى، ده للأمانة. ولكن الآن القانون تم إقراره، والذين لطموا الخدود أيام الإخوان عملوا القانون ده في مجلس الشورى وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، اليوم يبلعوا ألسنتهم ويصمتون على ما حدث ويصمتون على سجن المتظاهرين الذين اعترضوا على هذا القانون. وأنا أعتقد في اعتقادي وتوقعاتي أن هذا القانون قد يتم إلغائه بعد انتخاب بعد بالظبط بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وقد يتم الافراج عن الذين حبسوا في هذا القانون بعفو رئاسي يعني بعفو رئاسي بالظبط. اما الامر الثاني الخاص بحازم ابو اسماعيل، اعتقد انه من حق اي متهم في العالم ان يرفض المحامي الذي توكله الحكومه له للدفاع عنه. يعني الراجل ما عملش حاجه، بيقول ان انتوا جايبين لي محامي، انا مش عايز المحامي ده، صورته إيه؟ في الوفد معبره قوي، هو قاعد بين ظهره وبيقرا الجرنان، فمش عارف على اي اساس يتم الحكم عليه بسنه وفقا لان هو بيرفض المحامي اللي جابته للحكومه. طيب لضيق الوقت سنمر سريعا على عدد من الاخبار. التحرير تكتب جدل بسبب تقديم امتحانات نهايه العام بالجامعات، لكن الجمهوريه تكتب ان تقديم مواعيد الامتحانات بسبب عنف الاخوان.
واليوم السابع تكتب أن الإخوان تنقلب على كاثرين أشتون وتصفها بممثلة العدو. واليوم السابع تكتب أيضا أن الإخوان تجهز التصعيد المؤقت والأرض المحروقة لإشعال مصر. الخطة الأولى تعتمد التظاهر للحصول على مكاسب سياسية، والثانية تستهدف تدمير الداخلية والإنتاج الإعلامي. هناك أيضا اليوم السابع تكتب اختفاء محمد أبو تريكة يثير علامات الاستفهام في الأهلي. واليوم السابع تكتب أيضا أن قوات انتشار سريع في الإسكندرية لتأمين عيد القيامة، كلاب بوليسية حول الكنائس وتركيب كاميرات على المباني وتأمين أسطح العقارات المجاورة. وروزا اليوسف تكتب فضيحة، مدرستان تجردان 8 طالبات من ملابسهن بسبب 140 جنيه. والمصر اليوم تنقل عن الأمير أن شركات الإعلانات تتربص بالتلفزيون وأبحث عن مصلحة الاتحاد ولو تحالفت مع الشيطان. سأخذ تعليق سريع من أستاذ محمد ثم أستاذ فاطمة. سريعا محكمة، في خبر اللي هو أحمد جمال الدين شاهد إثبات في في قضية الاتحادية. الاتحادية، وده المعايير المزدوجة اللي كنا بنشكو منها من أمريكا اللي كانت بتتعامل فيه مع العالم الإسلامي ومع العالم الغربي. دلوقتي إحنا عندنا معايير مزدوجة ظالمة، حبيب العدل ومبارك يحاكموا في قضية قتل المتظاهرين، نعم. ومحمد مرسي يحاكم فقط في قضية الاتحادية، وأحمد جمال الدين الأداة أو وزير الداخلية في هذا الوقت هو شاهد إثبات، مع أنه المتهم المفروض أنه يكون المتهم الأول في هذا الأمر. طيب أشكر الكاتبة الصحفية الأستاذ محمد أبو زيد، والشكر موصول للكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة حنفي من فيينا، وأشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.